اول حاجه يا جماعه مساله انك انت تكفرك مسلم كده قبل اول حاجه نبعد من تكفير المسلم. اول حاجه الان الاسلام محارب. سبب المحاربه شنو؟ خلى العلمانيه دي ذاته تتمكن. لقوا بيجوا اهو ناس بيجمعوا ناس زي ديل وفلان كافر وفلان مشرك. اول حاجه هذا فلان كافر وفلان مشرك انت دار تصل ليش؟ دار يقص رقبته يعني؟ انت بتحاسب؟ ثم ثانيا اول حاجه مساله التكفير دي يا جماعه مساله خطره. مساله انك تخش مع لا اله الا الله محمد رسول الله في خصمه في خصومه، الكلام ده كلام خطر بالمناسبه. من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. دوفك اسد انت تدخل نفسك ليه؟ ما تبقى في نفسك. ونوريكم الكافر منه. اول حاجه يا جماعه مراحل الدين ده ثلاثه: اسلام، ايمان، احسان. الاسلام للجوارح، بتقول لا اله الا الله فقط بجوارحك، لا حس الله ما خش في القلب كويس. حتى المنافق اشترك معانا فيها. ده الاسلام، بتصلي بجوارحك، بتحج بجوارحك، بتزكي بجوارحك، ده الاسلام. اذا من ظهرت عليه هذه العلامات الذي يقول عنه مشرك وان كان عنده صنم. المنافقين بيجوا بالنهار بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، بالليل عند الواحد صنم. بالمناسبه شايف زول صفق ورا كان عاينين انا. اول حاجه يا جماعه الشباب ديل انا داير شنو؟ داير يكون اول حاجه بالهم واسع والناس اتعلمت الصبه بالمناسبه. ايوه بس شفتوا ده العيب، الناس دي بتجي تنقد كده زي الجداده او زي الحرامي داير خفيف ويطلع بس. كلامي حرقك؟ كان كلامي حرقك؟ قول يا جماعه اهدي لي الطاقيه الخضراء دي وانزل لي. كويس الخص كلامي. اذا يا جماعه علامه الانسان اللي بتظهر على الاسلام للجوارح، الايمان للقلب، الاحسان للروح. انسان ظهر العلم علامه الاسلام، زول قال لي يا مشرك ده دخل في شنو؟ دخل معاه قال له شنو؟ رجع فيه الحديث من قال لي يا اخي يا مشرك فقد باء بها احدهما. جاءت بصوره عامه الان في بعض ذكر بعض الطوائف زي ناس محمد عبد الكريم وكده وناس تكفيريين. دي طلع علينا هو ذاته اخونا تكفيري بالمناسبه كويس؟ رجع فيه انه شنو؟ تكفير الصوفيه كويس؟ يا جماعه اسس التكفير كلمه السلفيه هي ذاته بالمناسبه بدعه. ما في صحابي قال انا سلفي، كان دورت سيدنا عمر بن الخطاب قلت له انت سلفي؟ يقول لك سلفي دي معناها شنو؟ كويس؟ كلمه السلفي دي كلمه السلفي دي بدعه. ليه؟ السلف ده معناه فتره وانتهت. فتره انتهت. انت دار تقول لي انت قاعد في الزمن ذاك؟ لا لا انا عليناه جون. انا عليناه جون. طيب ما تقول لي انا صحابي، انا جاء الصحابه، الصحابه مشويه، السلف مرات لتحت حصل فيه خشه جو الشيعه وجو جو جميع الخلافات دي، الفرق الضاله دي ظهرت في شنو؟ في زمن السلف. يا جماعه دي فتره زمنيه حقبه مباركه لا تصلح ان تسمى شنو؟ منهجا. قول لي يا اخي والله انا صحابي، اقول لك كان راي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قول لي لا لا والله يا اخي انا قاصد انا على نهج الصحابه ويكون اقوم وافضل. دي واحده ما زالت عنه جابوا تقسيم التوحيد، يهود بيجيب الناس اللي بيكفروا الناس اللي بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، دين بدعه ظهرت بعد سنه 700. التوحيد يا جماعه واحد، ربنا قال والهكم اله واحد، قالوا لا والله التوحيد ثلاثه، ربوبيه ونصرانيه، شغل بتاعت نصرانيه بس. الكلام ده لقيته وين؟ قالوا والله لقينا يا جماعه الكلام ده في المصحف. وساكني من راسكم يا جماعه هو المصحف بالمناسبه ما بيجوا بالطريقه دي. الله قال الرحمن فاسال به خبيرا عن 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 سيدنا افتح ابن كثير البدايه والنهايه سيدنا انس بن مالك. قال تابع زيد، قال له خذ، قال له تابع ثابت بن زيد ثابت، قال له هل قبلت بيدك رسول الله صلى الله عليه، هل سلمت بيدك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له نعم. خذ مني والله لن تجد اصدق مني، أنا آخر حي في الصحابة كويس، فإني أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله تعالى عن الله تعالى قال ائتني يدك وغبلها، يا حركة شو؟ أداها له شو؟ يا جماعة ما عنده سند،
ما القرآن ده كده نحن له كده يهود بيدينا داعش والتكفير. يا جماعة الأمة دي انضبطت بأربع مذاهب، انضبطت بمذهبين في العقيدة اللي هم أشعرية وماتريدية. جات ظهرت الخوارج ده بقول لك أخي القرآن ده على كيفي. عشان أنا أختصر، أول حاجة ما زالت أنك أنت تقسم التوحيد، الكلام ده خطأ كويس. قسمته على شنو؟ قال قول أعوذ برب الناس، توحيد ربوبية. ملك الناس، توحيد شنو؟ أسماء وصفات. إله الناس، كذلك الحمد لله رب العالمين. الكلام ده يا جماعة لا لغة بي ولا في المصحف ذاته، ما هو الفهم بداره كده. توحيد ربنا توحيد واحد يا جماعة، توحيد ربنا توحيد واحد. الكلام ده باطل ليه؟ لأنك أنت في عندنا حاجة في اللغة العربية اسمها البدل. البدل هو نفس الشيء، هو نفس الشيء اللي هو النجنو ده رب الناس، هو إله الناس، هو ملك الناس. كذلك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. صراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم. لكن انت لما تجي تقسم لي تقول لي لا رب الناس. التقسيم بالمناسبة لازم مفترض يفهم التقسيم أول حاجة. التقسيم ده فيه مقسم، مقسم جسم وقسيم. الجسم والقسيم ده لابد أنه يختلفوا، لابد أنه يختلفوا، ده يكون خلاف. ده لما أقول البيت بنقسم لجدار وسقف، السقف ما هو الجدار، السقف ما هو الجدار. عشان كده أساس البدعة أول حاجة اللغة العربية ما مساعدهم، اللغة العربية ما مساعدهم. النازل البدعة سيدنا أبو بكر ما قال التوحيد بنقسم على ثلاثة. أرجع علوم إحياء الدين، الإمام الغزالي أورد والإجماع بينقل عن الإمام الشافعي، واكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أفل العرب بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط. تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تمشي على أنك أنت مسلم. ده هو ده الإسلام حقنا. عشان كده يا جماعة مسألة الصوفية بيعتقدوا وبيدعوا. يلا شوف، يلا شوف بعد دخل شنو مسألة الخوارج. الخوارج ديل شنو قاموا؟ شنو جابوا؟ آيات نازلة في كفار جعلها في مسلمين. منا قالوا لا إله إلا الله عندها نواقض وشروط. نواقض شنو؟ نواقض عشر نواقض. كيف عندها عشر نواقض؟ لا إله إلا الله ده يا جماعة ما عندنا أي إسلام يا كفر، ما هو طلع من الإسلام خشى في الكفر. كيف العشر نواقض دي شنو؟ الله قال أفمن كان ميتا فأحييناه، موت وحياة، كفر وإيمان، حاجة وعدي، دي برا ودي برا، تبادل، ما حاجة عندها تداخل. دي عندها عشر نواقض تنقضها وضهي. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا إله إلا الله. الإسلام نور، الشرك ظلام. ما في حاجة بتربط بيناتهم، ما في مداخلة بيناتهم. عشان تدخلوا لي تقول لي كده. يلا شوف نزلوا آيات قالوا الناقض الأول الشرك، الشرك ضده وليس ناقضة. الدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وين ناقض لا إله إلا الله؟ أبو لهب وأبو جهل أشركوا بالله عندهم أصنام، الله قال ما بيغفر ريون. نقضوا لا إله إلا الله، قال البرع عنده أصنام. نشوف البرع عنده أصنام. الآية الثالثة أختصر لكم إلا الناقض الثالث. الناقض الثالث قال شنو؟ من كره شيئا مما أنزل الله. الدليل شنو؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. في السنة يقول لي في الشرح يعني انت كرهت حاجة من السنة او دع حالك دقنه والله جلابيته طويلة، ده معناه كره ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. بقى القرآن بتقصقص على طريقة الخوارج. انا ما بقول لك نفتح ابن كثير ولا ده، ارجع بس العائلة دي مصحف بطردبه. الله قال والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم. الذين كفروا بتتكلم عن ذلك؟ قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. والذين كفروا عشان تقول لي نقض لا إله إلا الله؟ الذين كفروا قالوا لا إله إلا الله عشان الغضوة. والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله في كتب البرع. لكن ما بتجي لك مصحف، كان درجة لي مصحف الربع. كره المصحف ما أنزل الله هو القرآن يا شيخنا. عشان كده ما يقول لك يا أخي من كره شيئا من غير ما أنزل الله. يا جماعة الكلام ده ما بينطبق على المسلمين. دي ناس تلوثت دايرة شنو دايرة بس فلان كافر وأنا مسلم. فلان كافر تقدر تدخله النار؟
الصوفية كفار قال بيدعوا. أنا أمسك لكم نقطتين بس عشان ما أطول عليكم، أنه بيدعوا بغير الله. والله نازل والله بفتشون زمن يا جماعة، أول مرة في حياتي أشوفهم كده مباشر. كويس؟ معزومين. كويس؟ كلمتين. كويس؟ قال الصوفية بيدعوا غير الله. ناديهم ومن أضل ممن يدعو لله، نفس الشيء اللي هو فهم مغلوط للغرامس. كويس؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله. كويس؟ قال بيدعو من دون الله، فسر أخوانا ذلك، فسروا كلمة يدعو، طبعا الشغل ما شغل هوا، فسر كلمة يدعو بمعنى ينادي. الكلام ده غلط طبعا، أولادنا اللي قريتهم أنا مستثنى في سنة ثامنة ذلك. كويس؟ عارفين المستثنى ده يا جماعه بيستثنى شنو؟ المستثنى منه. ومن اضل ممن يدعو من دون الله، لو كانت ومن اضل ممن ينادي من دون الله، اللي بيقول يا بوليس، اللي بيقول يا ولدي، اللي بيقول يا شيخ ارفع لي ناول لي القلم ده، والله هو من دون الله وليس الله. انما يدعو هنا بمعنى شنو؟ كلمه يدعو في اللغه العربيه عندها 11 معنى. عندها 11 معنى. كويس؟ عندها 11 معنى، أنا ده ما تلخيصي. أنا ما تلخيصي، لأنه أنا عارف حيقوم يتكلم كلام ركن نقاش، الصوفية بقولوا وبيعملوا، كويس؟ أنا داير عنه هو يتكلم ويرد وأنا أرد عليه. كويس؟ يلا مسألة أنه كلمة يدعو دي، مسألة كلمة يدعو. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. كلمة يدعو هنا يا جماعة معناها شنو؟ كلمة يدعو معناها شنو؟ يعبد وليس ينادي. ما يقول يا حسن والله بنات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعمى أمشي الميضة وقول يا محمد، بعد ما صلي قول صلي ركعتين، قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد. قال إذا انفلت دابة أحدكم بأرض فلا فليقل يا عباد الله. إذا كان كلمة ومن يدعو دي هنا بمعنى ينادي، أي زول بينادي بيقول يا فلان، بيقول يا فلان، اللي هو شنو؟ هو شنو؟ خش فيك. كان قلت لك يا بوليس، البوليس هو من دون الله. يا جماعة كلامنا مغيد، الله قال ومن يدعو مع الله إلها آخر. ليه؟ لأن الصحابة ربنا أثبت لهم أنه دعوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي ليس بالله. قال ربنا قال شنو؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هل هو الله ولا دون الله؟ ومن يدعو من دون الله كفروا لي. انما يا جماعه مغيده، ومن يدعو مع الله اله، مغيده باله. انت اذا كان اعتقدت زول اله، ما في زول مسلم بيعتقد في زول اله. الان اللي بيقول انه الحق الكبير كويس. إذا كان كلمة يدعو في اللغة العربية عندها 11 معنى، لو سألت الشيخ من ثلاثة معاني أذكر ريو ال 11 معنى. واحد، كلمة يدعو بتجي بمعنى يعبد. كلمة يدعو بتجي بمعنى شنو؟ يعبد. ومن منا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي فلا تعبدوا مع الله أحدا. أرجع تفسير ابن كثير، كانت اليهود إذا دخلت الصوامع والنصارى إذا دخلوا الكنائس عبدوا المسيح، عبدوا المسيح، فأنزل الله تعالى إلى المسلمين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تدعو معناه تعبد، ما تنادي، ما يقول لك تقول يا فلان. ليه؟ لأنه إذا كان معناه تقول يا فلان، إما الله وإما أحد. ولدي يا محمد ولدي جيب لي مويه، هل هو الله ولا احد؟ احد ناكره تفيد العموم. اما يكون شنو؟ اما يكون الله واما يكون احد. دون الله، من دون الله معنى اله اخر. يدعو بمعنى شنو؟ يعبد. يدعو تجي بمعنى شنو؟ الحث على الشيء. سيدنا يوسف قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. ما زالت الغباب شايف برضو، كان عندي فيديو مفترض كان عارض فيه حاجه بيقول شنو؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يا شيخنا ما قلنا عدم اللغه العربيه، ده قال الشيخ حسن حامد، مع حسن عبد الرحمن، شيخ حسن حامد قال معدي في الوجه الروميه 200 سنه. انت عارف بعدي في الوجه الروميه 200 سنه، لكن بيطلع منها بعارف دين الله، بعرف القران، بعرف السنه. كويس؟ كلمة مساجد هي مصدر ميمي. لو في اللغة ثلاثة شنو؟ احتمالات، إما المكان وإما الزمان وإما الحدث.
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اي شنو سجدوا لها؟ ده الحدث. امش كنيسة الغيامة بتلقى في قبر دخلت انه قبر السيدة مريم، وعنده قبر كيف يقولوا له حق سيدنا عيسى على حسب فهمهم بيسجدوا له. جيد بغار شو تقول له يا سيدنا عيسى الرسول؟ يقول لك لا، اله اعتقد فيه الالوهية، اعتقد فيه شنو الالوهية. كلمة مساجد القبة عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لعن الله اليهود والنصارى معناه الأمة كانت ملعونة. ما عندنا النبي واحد، نحن عندنا كم نبي؟ ما هذيك القبة فيه مين؟ عاد سيدنا أبو بكر ليه الإيلة دي؟ كان فهمها أن هي قبة. سيدنا أبو بكر بحياته قالت في نوني هنا جوا في ما تقول تقول لي حجرة السيدة عائشة. نحن حاسين الآن الجباب دي كلها نسميها حجرة السيدة عائشة. الصحابة في الصحاح لما أبو بصير توفى بنوا عليه، بنوا فيه قبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. افتح الصحاح يا اخي، اكتب بناء المسجد في قبر ابو بصير. افتح الترمز كويس. بقى شنو يا جماعه المساله؟ مساله انه شنو كلمه الناس دي بتديك شنو افهام مغلوطه، بتديك كلمات مغلوطه كويس. سؤالي يا اخونا الشيخ، انت لما تكفر الاولياء والصوفيه كويس، وتكفر اهل لا اله الا الله محمد رسول الله، دار تطلع لنا زول القى ابوه ساجد اضبحه يقول لا ابوي ده مشرك كويس؟ ده الفهم منا كده كويس. انما خليك يا شيخ، خليك على قدر. نحن والله يا اخوه وبنعتبركم اخوه، والله وكان جاكم عدو والله نحن اللي بنحارب عنكم، والله بتلقونا في ظهركم وفي كويس. يلا يا معلم طاقي حق ده، انا اللي حسيت اتكلمت دي طاقي. انت خدتوها هنا، صور يا المصور. معلش يا شيخ، الله يكرمك شيخ، وخليها شيخ احمد الله يكرمك. انا بس داير الزمك بزمن بسيط، لانه نحن جايبين النازل لمحاضره. الله يكرمك لا ما انتهيت. نديك زمن معين يا اخي، لانه الناس دي منتظره الناس دي يجاوبوا عليك. مثلا نديك خمسة دقائق كويس معه؟ خمسة دقائق. طيب يا جماعة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد يا جماعة الناس زي ما سمعت إن شاء الله تسمع الردود على المسائل دي، ونرد عليها إن شاء الله بالراحة نقطة نقطة عشان تعم الفائدة وكذا إلى آخره. وأنا اللي فهمت من كلامه إنه هو أستاذ، وفي طلبة لعلهم من طلبته الله يعينه. دقيقة يا أخ أسمعني، أصبر لي طول نفسك. لعله في طلبة موجودين من طلبته الله يعوضن على ضياع زمنهم، فإن شاء الله بالراحة كذي أنا بناقش لك شنو مسائل نقطة نقطة. والرجل ده اتاسي من خلال المناقشة إن شاء الله بتفهم عنده كذب أصلع بالراحة من غير أي زعل. أنا بوقع لك السي نقطة. واحد قال الإسلام محارب، وإنتوا قلتوا فلان كافر وفلان مسلم. أسألكم بالله، من بدينا الكلام؟ مين شهاب ده بدأ؟ للليلة نحن قلنا فلان ابن فلان كافر؟ من قبل بنناقش في طوائف وفي طرق وفي جماعات، وبنحذر المسلمين ودعيناهم للإسلام العتيق، ما قلنا لنا ابقوا معانا، لو ما بقيتوا معانا إنتوا كفار. فدي واحد. اثنين قال نمرة اثنين، أسي قال أنا سماني كويس جدا. نمرة اثنين بجيك للسمانية إن شاء الله. نمرة اثنين ما كفرتك إلى الآن لأنك جاهل، تعذر بالجهل إن شاء الله. عرفت كلامي؟ هاي أهاسي ده ما رد عليه؟ وأسي دي إنت لو عندك بيت أنا بخطيبة قدام النازل، رأيك شو؟ أنا ذات الأيام دي مسخن. عرفت كلامي؟ طيب نمرة اثنين الزول ده من كذبه قال كلمة سلفي. شوف الكذب ده كيف بجيب لك بالأدلة. أنا ما الليلة انت وقعتها ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، ده قصته جدا.
الزول قال كلمة سلفي عمر بن الخطاب لو توروا من قبره، ده بلفظته مسجلة، قال لو توروا من قبره ما بعرفها، وسلفي دي جات جديدة بدعة. قال الله تعالى عن فرعون وقومه في سورة الزخرف: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. لكن ديلك سلف باطل، ديلك سلف باطل. أما السلف الصالح اللي بنعني نحن في صحيح البخاري، قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري: أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة حديثا فبكت ثم أسر إليها حديثا فضحكت. قالت عائشة رضي الله عنها وهي تنظر إلى فاطمة يكلمها النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري، وارجع للصحيحين، قالت: ما رأيت مثل اليوم، يعني بكاء وضحك. قالت: فقلت لفاطمة: ما الذي يبكيك وما الذي يضحكك؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها فاطمة، ومما أخبرتها به قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضين أن أكون خير سلف لك؟ عديل كذب، ها رأيك شنو؟ فاطمة صحابية ولا ما صحابية؟ والرسول قال لها: أنا خير سلف لك، رأيك في الكلام ده شنو؟ الرسول قال: أنا سلف، أنت رأيك شنو؟ عديل كذب، خدتالك، ها تاني تسوي شنو؟ واحد. اثنين، من تناقض الرجل، قال تقولوا الصحابة وديلنا الصالحين وفي زمنهم في شيعة وفي زمنهم في وفي وفي وفي. نحن لما نقول السلف الصالح قيدنا ولا ما قيدنا؟ قيدنا. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: خير الناس قرني، وفي لفظ خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الرسول لما قال الكلام ده بيعلم انه في شيعة بيجوا ولا ما بيعلم؟ بيعلم انه في طوائف بتجوا، لانه قال فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا شنو كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكوننا نحن ننتسب للصحابة ده ما عيب يا اخ، انت اعترفت انهم ديل سلف صالح، كوننا انا انتسب لهم انت زعلان ليه؟ الا اكون في زمن، الا اكون في مش صحابي. أجيب لك آية، رأيك شنو؟ قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم، أولى ناس بإبراهيم ديل منو؟ إبراهيم في ناس قالوا يهودي معانا، ناس قالوا نصراني معانا، كفار قريش دارين يشبثوا به، لأنه الله قال عنه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، الناس بتحبوا كلهم. الله قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، ولم يكن من المشركين، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم، ركز، للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. النبي والذين آمنوا في زمن إبراهيم؟ ما في زمن إبراهيم. قال لك: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، ده في زمنه، وهذا النبي والذين آمنوا، دي الأولى ناس به. ليه نحن ما نبقى أولى الناس بالصحابة إلا في زمانهم؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن كنا صويحبات يوسف، يعني في موضوع المجادلة، ويصلي أبو بكر ويصلي عمر إلى آخره. هل هم في زمن يوسف عليه السلام؟ ما في زمن. يأخذ مسائل في اللغة العربية، وانت قلت بتاع لغة عربية، وأنا جايك للغة العربية، والله الليلة والله يطلعك، شفتها بين الحال والنعت، مش قلت بتاع لغة عربية؟ وجاهز لك أسي لغة عربية كذي، جاهز لك دائرة بالبصريين، نبدأ من سيبويه، دائرة بالكوفيين، نبدأ من الفراء ومش قدام، ابن كيسان، الخليل، كله لغة عربية. الليلة باللغة العربية، والله شفتها كيف؟ قال لغة عربية، قال إسلام، قال مسألة التكفير، ما كفرنا زول، كلكم مسلمين، نصلي وراكم. هسي تما طاقتك دي خضرة زي الكنتاك خضر، هسي لو صليت الله أكبر بنصلي وراك، لأنك تعذر بالجهل إن شاء الله. فهمت كلامي؟ قال نمرة 4، أنا كاتبها 14، قال إسلام وإيمان وإحسان،
دي فلسفة طبعا. قال الفلسفة وين؟ قال الإسلام بالجوارح، الإيمان بالقلب، الإحسان بالروح. أيوة. وأنا قاعد تنجر تنجر وأنا قاعد أديك من القرآن. الله قال في القرآن، مش قال الإيمان بالقلب، ها الله قال في القرآن سورة الأنفال: إنما المؤمنون، إنما أداة حصر في اللغة العربية، أداة حصر، عرفت كلامي؟ قال إنما المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال بالقلب بس، أها، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين، اسم موصول باللغة العربية، الذين يقيمون الصلاة، ده بالقلب، ده إيمان، في إنما فوق أداة حصر، قال ابن دقيق، الليلة خشيت شوال دقيق عديل، شفت كيف؟ الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ده بالقلب برضو، أولئك هم المؤمنون حقا. رأيك شنو؟ تلعب علينا؟ قال الإحسان، قال الإحسان في الروح يا زول. الله قال في القرآن، بديك آيات بالصواقع بس: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائق ولكم الويل مما تصفون. قرآن بس، مش قلت الإحسان بالروح؟ قال تعالى في القرآن سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الإحسان بس بالروح. قال تعالى في القرآن: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الأحسن دين منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ده بالروح؟ أنت بتضبح بالروح، الخروف بيكون حي ليه ثالثة العيد، رابعة خامسة العيد بيكون حي بالروح بس، بالروح والدم نفديك يا زول. شغل نزل الله العافية، الناس تدرسوه، درسون ما قال أستاذ، هذه كذبة رقم كم؟ طيب بعدين الزول ده يا جماعة بيوهم الناس إنه نحن ناس قاسيين والصوفية ناس طيبين يعني وناس كويسين وكذا، في نفس المجلس وفي نفس المكان قال إنتوا بس بتجوا تنقدوا كذا سرقة وتمشوا زي الجدادة. قال تنقد يا أخي، نحن زي الجدادة؟ أسي فريش بيجاي، وين الجدادة إذات؟ ونحن نقدنا، نحن شغالين من المغرب ليه أسي دي نقدة قدر كيف أصيلها إذات؟ شو النازل عليك الله؟ قال تكفير الصوفية وتكفير الكذا، نحن ما كفرنا زول بعينه، بنقول الكلام الفلاني في الشريعة حكمه كذا، ها حكم الله ما مبينه، لكن أسي فلان ابن فلان حتى تقام عليه الحجة. وسبحان الله أخونا مزمل دج الصباح بدر هنا ناقش شبه التكفيرين ومسائل التكفير ساعتين رجع. أخونا شهاب ده أنا ذاتي تعجبت الليلة المحاضرة دي بدأ في الكلام في التكفيرين. قبيل شهاب ده مما بدأ مو جاب مناقشة ابن عباس للخوارج ومسائل التكفير، ما ناقش المسائل دي، جاب الخوارج وغيره وغيره. ونحن في معرض الكلام قلنا الزول يسألوه يقول له أنت تكفيري داعش؟ نقول لا، ما لو داعش كان قام بالناس، حتى الناس ضحكوا هنا، احنا ضد التكفيرين يا اخانا، وخش اليوتيوب شوف مناقشاتنا وردودنا للتكفيرين، فما تكذب دي كذبة. في ثلاثة لما قالوا الله ثالث ثلاثة قصدوا منه الله ومريم ومنه عيسى عليه السلام، وعند بعضهم الله سبحانه وتعالى وعيسى وروح القدس جبريل عليه السلام. نحن نقول الله ثلاثة ولا نقول واحد؟ واحد. وجاب اللغة العربية الغريبة عشان نمشي نختصر في الكلام، أنا ما أطول، قال قل أعوذ برب الناس، قال قسمت التوحيد لثلاثة، قل أعوذ برب الناس، قلت دليل الربوبية واللغة العربية ما بتزعفكم يا أخي. الله قال قل أعوذ برب الناس،
في اللغة العربية الرب دي رب الناس غير رب الناس معناه شنو؟ كده بالراحة وقع علينا. الآية دي ما فهمتها أنت، ما تقول ما فهمتها، أنا أديك آيات تانية. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نحن قلنا الله الرب، دليلنا على أنه الله الرب الحمد لله رب العالمين. وين الغلط هنا؟ قلنا الله الرب وقلنا الحمد لله رب العالمين، قلنا الله الإله المستحق للعبادة باختصار عشان ما نطول الزمن. الدليل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قلنا الله عنده أسماء وصفات، الله براه واحد، بنتكلم عن واحد نحن، عنده أسماء وصفات. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. المشكلة هنا وين يا جماعة؟ في مشكلة فهم الناس الدين وجبنا لهم الآيات والأحاديث في المسائل دي، فما في إشكال في النقطة دي. طيب، قالوا نواقض للإسلام. في فرق بين ضد وناقض. والله الزول بجيب حاجات، أنا قال سيبويه ذاته يتعجب فيه، ده بتاع اللغة العربية ده، ولابس خضر يعني الكنتاك فاتح يعني أنجورة زاي، والله الذي لا إله غيره. ضد قال ما ياها ناقض، كونه تشرك يعني دي ضد الإسلام، لكن ما بتنقض الإسلام. النقض هو شنو؟ النقض هو الحل والفك. نناقشك باللغة العربية وبالقرآن. النقض هو الحل وشنو والفك. نديك من اللغة العربية واحد: قالت امرأة في عهد عمر بن الخطاب: تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا حبيب أضاجعه طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه فوالله لولا الله لا شيء غيره لنقض من هذا السرير جوانبه. نقض من هذا السرير جوانبه يعني شنو؟ يا كذا خليتها. الله قال في القرآن: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فككته ولا ما فككته؟ فككته. انت قلت له ضد ما نقض، زول أشرك ما فك الإسلام. قال تعالى في القرآن، بجيب لك في آية واحدة الإسلام والشرك. قال تعالى في القرآن في سورة الأنعام: قل أندعو من دون الله. لأنه جاب لي آيات وكورك، قال الذين كفروا ما أسلموا كفروا. تدق فينا مقلب نحن بكوراك؟ انت ما عارف، احنا ماكلين باسطة وانت ماكل قرض. موضوع ده طويل عليك ودقست فيه. انا بجيب لك ما كوراك ساي، دارين شغل علمي نحن، دارين علم عشان الناس تستفيد، ما خمس هاي. قال تعالى في القرآن: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. يعني ممكن نرتد بعد شنو؟ بعد الإسلام. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. كيف الشرك ما بينقض الإسلام؟ قال تعالى: ولو أشركوا، 18 نبي في سورة الأنعام، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الرسول عليه الصلاة والسلام كيف ده مش مسلم؟ ده سيد المسلمين هذول. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل دي أداة عطف، بل لكن لا، أدوات عطف، عطف يعني ما تخش في منعطف، لكن ده عطف يعني، عرفتها؟ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. آيات كثيرة، نسأل الله العافية. طيب، أي اختصار الزمن، أنا ما بريد التطويل وكذا. آي الله يجزيكم خير. قال الناقض الثالث، قال كونه تكره شيء من الإسلام، يعني قالوا ده ناقض وكذا. كيف التكريه تشي من الدين؟ كيف ما بينقض الدين؟
وجاب الغريب جاب الآية ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ده دليل ورد عليه. طيب قال الصوفية كون يدعو غير الله قال الدعاء ده ما شرك لأنه في فرق بين الدعاء والندى. وشوف التناقض قال الدعاء عنده 13 معنى. لا لا أصبر 11 أنا أديته كمان زيادة 2 قول 11 أو 13 ده سمعت أنا قول 11 قال 11 معنى. شوف التناقض وين. قال ما تقول الدعاء بمعنى شنو دعوا غير الله يعني أشركوا بالله الندى. الدعاء ما بمعنى الندى. وفي نفس الوقت قال الدعاء عنده 11 معنى على روايتكم انتوا 11 معنى. هل ال 11 معنى دي ما فيها الدعاء بمعنى الندى؟ انت قلت الدعاء ما بمعنى الندى بديك لا بالقران الدعاء يا هو الندى ذاته عنده معاني. الدعاء عنده معاني منا الدعاء بمعنى الندى. قال تعالى في القران ولقد نادانا ركزوا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. قال ولقد شنو نادانا ايوه امش هناك سوره القمر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه ولقد نادانا فدعا ربه. واحد ولا ما واحد؟ هذه دي 1-0 6-0 دي عادي هذه حلوها كيف. تقول لي الدعاء ما بيجيب معنى الندى تلعب علينا تقول لي الصوفية ما بيدعو غير الله. أديك مثال واحد لأنه الزمن طويل جدا. مثال واحد ده البرعي والبرعي سماني مش قال السمانية هذا البرعي سماني ده كتاب البرعي وده صوفته كبيرة انت صغيرة زاي ده صوفته كبيرة هذا يا أستاذ الله يستر على التلاميذ. ده كتاب امسك لي الميكروفون بس انا فاتح الصفحة جاهز له وسريع سريع بنجيها الشغلة دي والله زي البياض عنجون سريع سريع الليلة بكمته وكمتين عرفت كلامي مفتا. قال ديوار رياض الجنة ونور الدجنة ده بتاع البرعي صوفي كبير ده صفحة 119 الشيخ اسماعيل بن عبد الله الولي قال إناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل. كان جات مصيبة في البلد نادي إسماعيل الولي والله قال في القرآن قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ما أنا ده القرآن هنسوي شنو القرآن نحذفه برضو دي مسألة. طيب أمشي قدام قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله بمعنى يعبد. الدعاء في القرآن أحيانا يأتي بمعنى النداء كما سبق وأحيانا يأتي بمعنى الخطاب نوع من خطاب النداء بتاع الخطاب زي ما هو ذكر لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. دي آخر صفحة من سورة النور انت حافظ القرآن براك دي آخر صفحة من سورة النور صفحة عرفت كلامي. قال الصحابة دعوا النبي صلى الله عليه وسلم ده هنا الدعاء بمعنى الخطاب يعني ما تقولوا لي يا محمد ما تقولوا لي يا أحمد ما تقولوا لي العاقب ما تقولوا لي الماحي اسم المجرد. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا زي ما انتم بتقولوا يا أبا بكر يا عمر ما تقولوا لك دي وإنما تقولون له وإنما تقول له يا رسول الله يا نبي الله وهكذا عرفتها. ده معنى الآية أو عك تنجر لنا هنا ما فار هنا بتاعت نجر هنا في آية حديث وعلم شغل علم بالكتاب والسنة وفهم الصحابة والأئمة وباللغة العربية فهمت كلامي؟ هاي ما تنجر لنا ساي. قال الدعاء بمعنى العبادة في الآية ومن أضل ممن يدعو من دون الله. لا لدم الآية في الدعاء بمعنى العبادة أوريك الآية في الدعاء بمعنى العبادة ذكرت أنت لكن أنت ما جايب خبر. قال تعالى وأن المساجد لله
فلا تدعوا مع الله أحدا، ما تعبد غير الله وما تنادي غير الله. وأحدا نكرة في اللغة العربية، وجاءت في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط تفيد العموم، لا تنادي مرعى لا مكاشف لا صنم لا غيره لا بشر، عرفتها؟ أما الآية الذكرة، شوف من جهل الرجل ده، زول جهلول من جهله، قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يعني يعبد دون الله. تم الآية دي، الآية 4 و5 من سورة الأحقاف، تورطيتها خشيت ساي، قايل الناس ديل هنا براعم، دي هنا درجة أولى يا زول، الله يتقلم الله يتقبل، ما بنفتري عليك ولا بنتكبر، ضعفاء فقراء منكسرون إلى الله، لكن تورطت ساي. أقرأ باقي الآية، ومن أضل، أضل على وزن أفعل في اللغة العربية صيغة تفضيل، يعني منتهى الضلال. باقي الآية شنو؟ أنت دار تحصر الدعاء في العبادة بس، الدعاء هنا بمعنى النداء. تم الآية، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ده ندى ولا ما ندى؟ ده بمعنى الدعاء المعروف ولا ما بمعنى؟ وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني بالدعاء المخصوص ده هنا، لأن الدعاء بيجي بمعنى العبادة، والعبادة بتجي بمعنى الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من رواية النعمان ابن بشير، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وانت دار تحصيرها في العبادة العامة، الدعاء هنا الندى، ذات الندى، لأنه قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ده الموضوع. طيب نمشي قدام، جاب بعض الشبهات، قال حديث الأعمى وحديث يا عباد الله إلى آخره. حديث الأعمى حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه، وهو في سنن الترمذي وعند الحاكم، والمسألة دينا غش شيخ الإسلام في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. أنا أختصر لك بالراحة كذي، الأعمى دجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أعمى البصر، فادعوا الله أن يرد علي بصري. قال إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. والمرأة السوداء قال لا لك الجنة، عرفت؟ في حديث عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه. ملخص كلام الأعمى باختصار شديد جدا، إنه الأعمى ده جل النبي صلى الله عليه وسلم، وشهاب قبيل جاب لك في المحاضرة، أنا مركز معاه في محاضرته، جاب لك قال لك إنت كون زول حي تقول لي أسأل لي الله، ده ما شرك، وإن كان ما الأفضل، دي لفظة شهاب جاب، أنا ضابط الطكة دي، قال لك وإن كان ده ما الأفضل، كلامه ده كلام الإمام الشافعي، ونقله ابن عثيمين في شرحه لرياض الصالحين، ركز معي كويس، يعني إنت كون زول حي تقول لي أسأل لي الله، ده ما شرك، ده ياتو يوم نحن قلنا شرك. لكن إسماعيل ده البرعي قال نادو ده حي ولا ميت؟ ده ميت يا أخي، اللي بيض وبقى قبة بركت فيه ورب كذي قاعد تحت البقة، وقع القبة وقعت طق طق، الطوب والمونة القديمة لا 100 سنة، قالوا كذي هون وقعت رب رب رب، الله السماء قال إن الله يمسك السماوات والأرض والأرض أن تزولا، الله ماسك السماوات والأرض يا أخي، وهو فوق العرش مستوي عليه سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى، ده ما قادر قبة قبة ما قادر يثبتها، ينجينا يا أخي نحن من الكرب. نحن ما مشكلتنا معاك مش ذو الحي تقول لي أسأل لي الله، زي ما الأعمى مشى للنبي صلى الله عليه وسلم، وجيب الحديث بدايته ونهايته، وده بفهمك نص الحديث، ولو جبت نصه أنا بشرحه لك برضه، لكن أفهم إنه الأعمى ده جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال لي أدعو لي الله، دي ده ما شرك، ما تلخبط الأحاديث ثاني. بعدين قال يا عباد الله يحبسوا، ده حديث في سند رجل اسمه معروف بن حسان، وده مجهول، معروف بن حسان ده مجهول لا قيمة له في الحديث ده، عشان كذي ما فيه حجة في كتاب الله، وده كلام زي ده بصادم القرآن. الله قال في القرآن ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. طيب قال لا لا ما في باقي حاجات، نحن بنريد دائما نفند الشغلة كلها. قال لعنة الله على اليهود والنصارى، قال
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال السجود له معاني. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم دفن الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد ذاك أبو بكر الصديق دفن، والقبة كانت يا زول ده جاهل لغويا واحد ودينيا شفته، وجاهل تاريخيا. القبة ما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر الصديق، قبة دي جابوها العثمانيون ديل الأتراك ديل، القبة دي الخدرة دي. الرسول عليه الصلاة والسلام ما دفنوا في قبة ولا كان في قبة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي، ولا توفي جوا المسجد، توفي في حجرة عائشة رضي الله عنها، ده بإجماع البقيع عن ديل. نحن مشينا المدينة، انت قصدك مدينة سنار ولا شو؟ انت بتخش علينا، نحن مشينا عديل شفنا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام توفي في غرفة عائشة رضي الله عنها، أمش أي كتاب بتاع تاريخ، أي كتاب بتاع حديث، عرفت كلامي؟ بعد توفي في غرفة عائشة، الصحابة قالوا هندفن وين؟ لو دفننا في المقابر يخشى عليهم، لو دفننا في المسجد حرم، لأنه قبل ما يموت بخمس ليالي قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بعدين أنا بجيك للاهتمام لأنه حاول جاسيفة يفسرها، أنا بديك تفسير عائشة رضي الله عنها عشان ما تقول لي ده تفسيرك إنت، وهنا بديك تفسير عائشة رضي الله عنها، عرفت كلامي؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذاك أبو بكر الصديق جاب لنا الحديث حسم المسألة. نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث نقبض، زحوا السرير فيه والنبي عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر الصديق كان بعيد جراجع، ولقى عمر أرجع مصنف ابن أبي شيبة، أرجع صفة الصفوة لابن الجوزي الجزء الأول، هذا الثاني نسوي لك شنو ذي المراجع. النبي عليه الصلاة والسلام شالوا السرير، حفروا محل كان يتوفى ذاته محل السرير، وجابوه دخلوه في قبر منه، في قبره اللي هو في غرفة عائشة رضي الله عنها. ده النبي عليه الصلاة والسلام، وما كانت الغرفة جوا المسجد، كان بابا فاتح في المسجد، لكن هي ما جوا المسجد. جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي دفن بالقرب منه جوا غرفة عائشة. جاء عمر بن الخطاب وسع المسجد من الناحية الثانية، ما هبش الحجرات كلها، قاعدة الحجرات التزعة بتاع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فاتحات في المسجد، لكن ما جوا المسجد. أفهم الكلام ده تاريخ بتغالد فيه. كمان جاء عثمان رضي الله عنه، جاء علي بن أبي طالب، لحد ما جاء الوليد بن عبد الملك الوالي بتاع المدينة، كان عمر بن عبد العزيز سنة 83 وقيل 93 وقيل 92، عرفت كلامي؟ قال له تدخل الحجر دي كلها تكسرها إلا الحجر اللي فيها القبر، وتوسع المسجد بالجهات كلها. عمر بن عبد العزيز جمع فقهاء المدينة، الفقهاء التسعة، سعيد بن المسيب ديل مشايخ الإمام مالك، سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد إلى آخره، كلهم جمعهم وسألوا. فقال له سعيد بن المسيب أرى ألا تكسر الحجر الحجرات، ليه؟ قال لكي يأتي الناس من بعد فيرون زهد النبي صلى الله عليه وسلم، يشوفوا غرفه ويشوفوا الزهد. فأعجب عمر ابن عبد العزيز كلام سعيد بن المسيب، فأرسل به إلى الوليد، فأصر الوليد فكسر شنو على الغرف إلى آخره، وحماه الله تعالى. ما بتقدر تصلي عليه قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما بتقدر تصلي عليه، دي مسألة. ما في قبة كانت الخدرة دي جابوها الأتراك، ما في زمان، ما تكذب على الصحابة وتحداك جيبها من كتاب من كتب التاريخ، ما بتلقى ذاته نجر ساي بتاع صوفية ساي. قال كمان كذب على الصحابة، قال أبو بصير قبره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يا الرسول قراه صلى الله عليه وسلم وفيه قبة، قال يا زول وأنا قاعد تنجر. في صحيح البخاري الجزء الأول عن ابن عمر أنه مر بقبر فيه فسطاط أخضر، مش فيه قبة، ده للصحابة يا زول برضو قبة في قبر زول. مر بقبر فيه فسطاط أخضر فقال قبر من هذا؟ قالوا قبر عبد الرحمن، عبد الرحمن ده من العشر المبشرين بالجنة، وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، جاء بيصلح بين قبيلتين أو متخاصمين، جاء لقوا
قدموا له الصلاة، صلى وراه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولي ولا ما ولي؟ ولي كبير، عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. قالوا قال قبر من هذا؟ ده ابن عمر يا اخ. تقول لي يرضوا كلام زي ده؟ ما في قبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ده كذب عليه، كذب على الصحابة. اتق الله، توب لي ربك، ديل كلهم بيمشوا بيوتهم وانت بتمشي تلاقي الله. ما تكذب على الصحابة، ما تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. اتق الله يا اخ، اتق الله ربك. ما تشوف الكلام تقول ضحك وكذا، الشغلة دي فيها انه لقول فصل وما هو بالهزل، ده موضوع خطير. قال قبر من هذا؟ قالوا قبر عبد الرحمن. قال انزعه يا غلام، فسطاط غدر قلعه، انزعه يا غلام، دي عقيدة الصحابة. قال انزعه يا غلام فإنه لا يضل العبد إلا عمله، يعني عمله هو الذي يضله. أما تقول لي ده فهمكم والسجود، داري جاسي في موضوع السجود. قال السجود يأتي بمعنى ويأتي، أديك أنا معاني السجود في الآية بالراحة كذي، ولا تنجر فيها كثير. وأن المساجد لله واحد، المساجد أعضاء السجود، اليدين الكرعين الجبهة إلى آخره. في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيدي إلى أنفي دعا واحد يعني، واليدين يعني الكفين، والركبتين كذي خمسة، وأطراف القدمين واحد. تفسير الثاني المساجد يعني الجوامع، وأنتم عاكفون شنو؟ لا تقربون، وأنتم عاكفون في المساجد يعني الجوامع. ثلاثة المساجد الأرض العامة، الأرض العامة كما في حديث جابر رضي الله عنه في التفضيل، وفي ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما تنجر لنا. وبعدين الحديث ذا الدار تنجر حوله ده، فسرته عائشة، حسمت لك المادة عشان ما تأكل مهيوبة كثيرة وقرض عشان تتفكر كثير، حسمت لك المادة. كيف حسمتها؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، ده تحذير من العملو، ما منهم براون، اليهود أصلا يحذر منهم والرسول حذر منهم في الحديث ده وفي غيره، لكن قالت يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره. هذا قبر يهودي، ده قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، دار تحصيره في اليهود والنصارى والتجاسويته. تقولوا لنا عقيدتكم يهودية وانتوا تشبهوا له، وانتوا تشبهوا به وانتبنوا على القبور، وانتوا يهودية عقيدتكم. ولزيرق ماريقة في البيت الأبيض بلسان وقال يهودي ياتوني احنا زودانين، احنا زول ناكل دار دمه ويك يا زول، وما لحسابك. طيب كلام كثير، انا اكتفي بالقدر ده، ولو في تعليق من شهاب، انا شايف اخونا شهاب زي اللي عنده، اخونا شهاب زي اللي عنده تعليق ان شاء الله يتم، لعله نسيت بعض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أول حاجة أخواننا، أنا أشكر الشيخ أبو منصور أحمد البدوي على هذا الرد الشافي الكافي بفضل الله سبحانه وتعالى، ما ترك له شبهة إلا ورد عليها رد علمي، جزاه الله خير، رد مفيد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وضلال الزول ده يا أخواننا الصوفي ده سببه انه ترك فهم القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، وقال بعظمة لسانه هو، قال السلف دي قال فترة انتهت، مش قال كده؟ قال انتهت، يعني نخلي السلف ونمسك في طاقته دي، خلاها لنا عشان نمسك فيها، عرفتها؟ وقال دي حقبة لا تصلح ان تكون منهجا، عرفتها؟ شوف الطعن في السلف كيف، الطعن في السلف ده كيف، وجاي من اول مره يستهتر ويهتر، وهو قال بينقم على اخواننا انه بيتكلموا في الناس والشده، ويجي يقول لنا انا كنت معاكم سابقا، ما فضل لي الا يقول زميل، كان تطلع البطاقه، فهمت؟ انا ما حزب يا زول، شتيت اقول لي كنت معاك وانا زميل وبتاع واملوا لي التنكي كلام زي ده. طيب الزول ده يا اخواننا زول اول حاجه الادله ما فاهمه ولا بيقرا صح ولا حافظ صح، والمثل بيقول لك فاقد الشيء شنو؟ لا يعطيه، والمثل بيقول هذا ليس بعشك فدرجي، عرفتها؟ وزي ما قال المثل يريد ان يطير ولما يريش، فهمتها؟
ما عنده فهم الا الطاقية الخضراء دي. انا ما عارف داري خدت علينا هنا قولت خير ولا شنو، هو ساكت. فالسلف رضي الله عنهم ورحمهم الله زي ما وصلنا في بداية المحاضرة، النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. عرفته؟ فالسلف، السلف، السلف قال ما بتصلح ده صوفي، وهي صلحت في الزمان الأول فالصحابة ملكوا الدنيا تت. وصلحت هسي لما جات كورونا، عملوا شنو؟ العزل الاجتماعي. موجود في السنة ولا ما موجود؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الطاعون، ده ما شغل ذاته، عرفته؟ قال بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا سمعتم به وقع بأرض فلا تدخلوها. ده السلف، شغل نجيط، الترمبة ذاته، ترمبة. يا أخي يا أخي أنا ما عارف بغارب شيخ أحمد البدوي في إنه ندعو الله ومعناه العبادة وبتاع إيطاليا، قال يا أخواننا كورونا انتهت مننا، انتهت الأسباب الأرضية، نمشي للسماء. الكافر قال نمشي للسماء. الصوفي لاسي داري علقنا بالفقرة بتاعنه لاسي، والمسيد بتاع الصابونابي الموية غرقته تشد، عرفته؟ والمسيد بتاع الكباشي الموية غرقته تشد. سألوا لهم شنو يا أخي؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. عشان كده السبب بتاع الضلال إنه ترك يفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة. أقوم أديك نموذج منها الآية الرحمن فاسأل به خبيرة. قام جاب الآية دي دليل على شنو؟ على إنه تنادي غير ربنا سبحانه وتعالى. وبه هنا به مش معناه تدخل واسطة. العلماء قالوا حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. هل فهمت باللغتي العربيتي الفصيحتي السليقتي؟ فهمت معناها زي ما قال ابن كثير، راجع ابن كثير، راجع البغوي، راجع القرطبي، قال فاسأل به خبيرا، يعني فاسأل عنه خبيرا ولن تجد خبيرا يخبرك عن الله أعلم من الله وأعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسؤال في الآية دي سؤال علم، ما سؤال عبادة. ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وده مسك الآية بفهمه وقال فهم السلف ما يصلح. وقال تاني شنو؟ قال فترة انتهت على أساس إنه يفهم الكتاب والسنة ويطلعنا تشت بنعبد غير ربنا سبحانه وتعالى. والغريبة والتناقض، والعلماء بيقولوا التناقض دليل الفساد. قال خلوا السلف ودي فترة انتهت، بعد ذاك جاء قال لنا أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي ده في سنة كم؟ ما سلف؟ قال والأمة سلمت، قال لي مذهبين الأشعرية والماتريدية، أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، سلف ولا ما سلف؟ لكن سلف سيء. إلا أبو الحسن الأشعري تاب وخلى المذهب بتاع المعتزلة ثم مذهب الأشاعرة ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فزول ده داير يخلينا نخلي المذهب بتاع السلف ونمسك في شنو؟ نمسك في جماعة دين. قال البدل هو نفس الشيء. أنا ما أعرف الزول ده، أنت واعي الطاقية دي فيها حاجة ما ياها ولا شنو؟ البدل نفس الشيء. كيف؟ مثلا أديك مثال، التراب بدل شنو يا أخوانا؟ بدل الموية، بدل الوضو لما يكون ما في موية، صح ولا ما صح؟ هل التراب يهو الموية؟ أنت كدخوة خط الطاقية هنا يمكن تفهم شوية. طيب قال أرجع إحياء الدين أبو بكر اكتفى من الأعراب بلا إله إلا الله في صحيح البخاري. لما جاء عمر رضي الله عنه لأبو بكر قال كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس الحديث. فأبو بكر قال له لأقاتلن من فرق بين الصلاة وجنو والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤتوه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. طيب قال جابوا آيات نزلت في الكفار قاموا نزلوها في المسلمين. نحن يا أخواننا جبنا أعمال مخالفة للكتاب والسنة ونزلنا على شنو؟ نزلنا على الآيات المعينة. الزول اللي بيعمل عمل الكفار بننزل له آيات شنو؟ آيات الكفار. لكن بعد ذاك عشان نقول فلان ودع علان ده كافر، ده لابد من إقامة الحجة، من توفر الشروط وانتفاء شنو؟
الموانع ونحن قاعدين نناظر في التكفيرين. انت قال الكتب دي جايبين لنا لمناظرة ومجادلة ومناقشة والرد على التكفيرين، وانت التكفيرين يلموا فيك بيخلوا ريحتك طير، فهمت؟ لأنه انت ما عندك علم. أما نحن اللي بنمسك التكفيرين وبنرد عليهم وبنقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر ما يا مشرك، دي ما جات في الحديث، دي نجرة جديدة أجدد من طاقتك دي، عرفتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أنت ما تزيد في السنة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى، مش هو عارفه هو بس شاكي بس، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. لما دار أقول لك كذاب، لكن أنت ما تشي سا يا أخونا، أنت ما تخوم ساكت، عرفت؟ دفن الليلة بكرة عن برده ما بينفع في الدين. طيب، فالآيات دي أخواننا نزلت في ناس عملوا أعمال، زول عبد غير الله، قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله، معنات العبد غير الله. سلمنا معك شيخ أحمد وراك المعنى الحق، سلمنا معك إنه معناه عبد غير الله. أنت يعني مقر إنك بتعبد غير الله؟ يعني مقر أنت ولا لسه ما فاهم أنا بقول في جنو يا أخوانا؟ ما قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله، قال معناه من يعبد من دون الله. أها، الدعاء عبادة ولا ما عبادة؟ الندى عبادة ولا ما عبادة؟ خلاص، بنص الآية وبفهمك اللي انت جبته من راسك برضو ما بجوز لك تنادي غير الله، ولا شنو يا أخوانا؟ هاي كلام واضح، ما داير كلام كثير ذاته، آيات واضحة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عشان يربط الناس بالأموات ولا جاء يربطهم بربنا؟ موضوع واضح. طيب، قال هل البرع عنده أصنام؟ وهل السؤال، هل الشرك فقط عبادة الأصنام؟ في ناس عبدوا العزير كفار، في ناس عبدوا عيسى عليه السلام كفار، في ناس عبدوا اللات والعزة ومنات كفار. فما الموضوع إنه تعبد الصنم؟ الموضوع إنك عبدت شنو؟ المخلوق، لأنه العبادة حقت منه؟ حقت الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ في الصحيحين وأيضا من حديث أنس قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شنو؟ شيء. كلام واضح زي الشمس، ما داير أي كلام، لكن ده بربطوك بغير الله. فالبرع أخونا شيخ أحمد وراك هنا بقول ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم، أي الحقني ضيم يعني تجيني مصيبة، وأنتم حمايتي وألهث عطشانا وقد فاض بحركم. وهسي قاعد تلهث أنت، عرفته؟ فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله، والأمر أمركم إذا شئتم. يتكلم عن الأولياء، وهنا جاب بصيغة الشرط، إذا أداة الشرط، شئتم فعل الشرط، شاء الإله، جاب مشيئة الأولياء قبل شنو؟ قبل مشيئة الله. رأيك شنو في الكلام ده؟ عرفته؟ ده قاعد في الكتاب ده حق البرع ده، عرفته؟ طيب، قالوا أنت إذا كرهت شيء من السنة إنه عملك حابط. ما قلت أنا يا أخوانا، ده قالوا من؟ قالوا ربنا سبحانه وتعالى. بعد ذلك قام جاب الأثر بتاع، قال في الصحاح، بعد ذلك قال في الترمذي، لك أنت تقول في الكبكبة الترمذي ده، قالوا منو ده؟ اسمه الترمذي. أكسيرة، أنت بتاع لغة يا أستاذ، بتاع لغة أستاذ، زي ما بقولوا الأستاذ مين كده الموسيقار بتاع، أنت أستاذ، عرفته؟ تقول الترمذي، والله أنا خجلت لك، والله خجلت لك، لكن اعمل شنو؟ انت دار تدعو الناس للباطل. انت الليلة لو كان غلطت في حقنا وكلامك الاول ما بنرد عليك، لكن غلطت في دين الله ما بنجاملك، عرفته؟ كلام عجيب. انا اديكم حاجة واحدة بس لكلام للبرعي، اديك كلام عجيب للبرعي بالمدح ذاته، اسمع. سمعتوا الكلام ده؟ قال روضة قبرك قال أفضل من عرش الله وأبرك. هذه المدحة شغلت عليكم. فيا أخواننا الكلام ده ضلال باطل، يا أخواننا ضلال واضح وكلام باطل. أما الأثر بتاع أبو بصير، الأثر يا أخواننا ما خلاص، نحن مسكنا بالناس زمن والزمن انتهى.
الأثر بتاع أبو بصير هو لو داير مناظرة نحن جاهزين ما عندنا مشكلة، عرفتها؟ لو داير مناظرة نحن جاهزين. دقيقة خليه أخونا، خليه أخونا. لو داير مناظرة تجي لأخواننا ديل ترتب معاهم إن شاء الله بنناظرك، بعدين نحن بدنا نناظرك، أنت تجيب لنا بجاكومة، تجيب لنا زول الفوق ما بترد، لأنه المحاضرة حقتنا. أما الأثر، أما الأثر بتاع أبو بصير خليه يا أخونا، الأثر بتاع أبو بصير يا أخواننا ركزوا معي أنا، الأثر بتاع أبو بصير ده من رواية الزهري مرسل، والمرسل ما أضافه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من قسم الضعيف، بل قال العلماء مراسيل الزهري شبه الريح، يعني ما عنده أي شنو سند ولا ثبات. نحن بندعو الناس يعبدوا الله، زول لقيناه، زول محمد ود أحمد لقيناه بيدعو غير الله، لقيناه كذا، نحن ما قاعدين نكفر طوالي، بنقيم عليه والحجة، نقرأ عليه والقرآن والسنة، بعد يفهم ويوعى ويقول يا أخي أنا مصر، ده حكم تاني. أما أي زول نجي نكفر أخوان، نحن بنعمل ناس داعش على باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخوارج كلاب أهل النار، النبي عليه الصلاة والسلام قال لي إن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وده حق الحاكم. قبيل سأل سؤال قال لي يعني لو لقيت أبوك أو قريبك أو كذا بيدعو غير الله تضحه؟ حرام. أبوك لو كافر تب كافر عديد، ربنا قال وصاحبهما في الدنيا شنو؟ معروفة. نحن بنلتزم بالقرآن، وده كلام السلف رضي الله عنه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.